السلام الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الرحمن. طبعا اليوم مع الدرس 16 من دورة تعليم لغة السيشاب. طبعا بإذن الله اليوم حنتعرف على مفهومين. المفهوم الأول حنتعرف على البريفكس ومفهوم البوستفكس. أوكي تمام، نشوف الآن على سبيل المثال حعرف int a equal مثلا القيمة 4. تمام، طبعا البريفكس يكون الشكل التالي plus plus a، بمعنى أنه يجعل قيمة a تساوي 5 لأنه حزيدها بمقدار 1. والبوستفكس هيكون بالشكل التالي، أوكي a plus plus بمعنى نفس الشيء زيدها بخمسة. أوكي أكيد إنه في different اختلاف بينهم، حنشوف الآن console the right line. أوكي بعد ذلك حناخد اللي هو prefix. أوكي خلونا console the read. أوكي تمام، لاحظوا معايا انه عمل لنا زيادة. تمام، لاحظوا معانا انه عمل لنا زيادة. اوكي طيب لو كانت العكس، نشوف الان ما عمل لنا زيادة. طيب ايش تتوقعوا السبب؟ اوكي تمام، طبعا لما يكون البريفكس هذا معنى انه احنا نقول للكومبايلر. تمام، طبعا الكومبايلر هو وسيط او انه هو الذي يقوم في عملية المعالجة للكود تبعنا. اوكي فاحنا نفهم الكومبايلر، نقول له انه قم في عملية الزيادة قبل انه تقوم في اجراء اي شيء. اوكي بمعنى انه قبل التنفيذ قم في عملية الزيادة، اوكي مو بعد التنفيذ. تمام، هذا هو المقصود من البريفكس والبوستفكس. طيب خلونا نسوي مثال اجمل من ذلك، مثلا int x زيد مثلا equal 2، ثم بعد ذلك if لاحظ معايا if اللي هو plus plus زيد equal 3 مثلا. اوكي عفوا 3، ثم بعد ذلك console the right line. اوكي تمام، بعد ذلك اوكي اللي هو prefix تمام، ثم else. اوكي console، طبعا حتكلم عن موضوع ال if else. اوكي عفوا اوكي لاحظ معايا انا عملت برنامج جدا بسيط، قمت بتعريف اللي هو المتغير الزد اللي كان من نوع انتجر، داخله القيمة اللي هي 2 اللي وضعناها أثناء عملية الديكلير. أوكي بعد ذلك أنا عملت اللي هو condition إنه if statement، قمت في استخدام اللي هو perfix. أوكي بمعنى إنه أنا استخدمت اللي هو قمت في الزيادة بمقدار 1 قبل اللي هو قبل عملية المعالجة، إنه أخبرت الكومبايلر قبل ما تبدأ في معالجة الكود أو قبل ما تبدأ في المعالجة قم في الزيادة لهذا المتغير بمقدار 1. أوكي فنشوف إذا البيرفكس تحقق معنا، بمعنى إذا زد هي تساوي 3 هذا يعني إنه هي البريفكس. أوكي هنشوف الآن إيش تطبع معنا. تمام لاحظ معايا إنه طبع اللي هو البريفكس. البريفكس هذا معنى إنه أوكي إنه زد الآن أصبحت كأنه أنا وضعت 3. أوكي طيب لو كانت العكس بالشكل التالي، تمام بالشكل التالي، لاحظ معي انه طبع البوستفكس. والسبب في ذلك لانه احنا لما نضع اللي هو لما نستخدم البوستفكس وهذا معناه انه الزيادة بعد الفاريبلز، هذا بمعنى انه احنا نقول للكومبايلر قم في الزيادة بعد ما تتم عملية اللي هو بعد العملية المعالجة، هذا بمعنى انه راح يتم تنفيذ اللي هو الاف ستيتمنت الكونديشن بعد ذلك، بعد ما يتم يقوم في عملية الزيادة. بمعنى لما انا وضعت اللي هو البوستفكس كانه انا وضعت 2، بمعنى انه بعد ما يتم المعالجة بعد ذلك حيزيد قيمة زد، يعني بعد العملية لو استدعينا زد نلقاها بالقيمة 3، لكن أثناء عملية المعالجة لن تبقى بثلاثة، تبقى بالقيمة 2. أوكي هذا هو مفهوم البوستفكس والبريفكس. بكذا يكون خلصت، متمنى لكم التوفيق. أخوكم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.